عقب تجميد عضوية النائب حسن الرياضي بسبب مشاجرة تحت القبة، عادت قضية تكرار فصل أو تجميد أعضاء مجلس النواب إلى الواجهة مجددا. وبرزت قضية الفصل أو التجميد لأعضاء مجلس النواب بسبب محاولة فهم مدى نجاعة مثل هذه القرارات في الحد من التصرفات التي وصفها البعض بالغريبة. حول هذا الموضوع نستضيف عضو مجلس النواب ينال فريحات. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. نعم، بداية ما رأيك بقرار تجميد عضوية النائب حسن الرياضي؟ يعني أنا برأيي أنه القرار كان والصادم بالنسبة لنا، وكان قرارا ظالما بحق حسن، والمستهدف فيه هي كتلة حسن السياسية، كتلة الإصلاح. لماذا؟ لأنه سترانيا والمشاهد، يعني المشاجرة التي حصلت وكل الفيديوهات، كان حسن جزء من المشهد، كان هنالك مشهد قبل حسن وهنالك بعد حسن، حسن جزء من الكل. لما تكون العقوبة تقتصر فقط على شخص واحد، إذن هذا فيه استهداف وفيه ظلم، لأنه حسن لم يفتعل المشكلة من الأساس من البداية. هذه الآن اللقطات أمامكم على الشاشة، بدأت المشاجرة ثم دخل حسن، فحسن يعني لم يكن البداية ولم يكن النهاية، لأنه بعد هذا المشهد كان هنالك أيضا مجموعة من الزملاء قاموا باعتداء على حسن. إذن حسن جزء من المشهد، عندما تقتصر العقوبة عليه فقط إذن هو فيه استهداف، هذا واحد. اثنين، لما تكون العقوبة تجميد سنتين سترانيا، يعني للأسف النصوص مطاطة جدا في النظام الداخلي في إتاحة الفرصة للنواب لأن يعاقبوا زميلهم بالتجميد. ممكن بداية البرلمان بأول سنة بالبرلمان يتم تجميد نائب لمدة 4 سنوات، مش منطق. يعني هذا نائب منتخب من الشعب، أنت تروح تعاقبه بهذه العقوبة؟ الآن الدستور نص على شيء واحد وهو الفصل، والفصل من الحالات المشددة جدا. يعني أحدهم أطلق رصاص الرشاش داخل قبة البرلمان، تم فصله، ما في مشكلة. لكن ما الذي سيضمن لي ويضمن لأي نائب في المستقبل أن لا يتم الاستقواء عليه بعقوبة تجميد لأنه في خلاف معين معه؟ ولذلك أنا أعتقد أنه هذا كان فيه ظلم كبير بمدة السنتين. حسن أخطأ ونحن نعترف أن حسن أخطأ، ويجب أن يكون هناك عقوبة، هذا نقر به حتى لا يبين أنه إحنا ضد عقوبة، لا، لكن إحنا ضد هذه العقوبة المغلظة، وأن يعاقب هو وحده وأن لا يعاقب أحد آخر. وهذا نحلله بأن الاستهداف كان لكتلة الإصلاح بسبب مواقفها الثابتة خلال الفترة الماضية، خاصة في التعديلات الدستورية. إحنا الكتلة الوحيدة اللي رفضنا التعديلات الدستورية بالمجمل، ورفضنا بعض المواد الحساسة، ولذلك عوقبنا من خلال هذه العقوبة التي خصص أحد أفراد الكتلة بالتجميد لمدة عامين. نعم، سعادة النائب، هل هذا القرار نهائي أم أن هناك مفاوضات بينكم وبين مجلس النواب؟ هو القرار اللي يصدر من مجلس النواب يعتبر نهائي، ولكن الجلسه اللي انها كانت سريه صرح رئيس مجلس النواب، وبالمناسبه ستراني احنا كنا ضد السريه، يعني هذه المشاجره حدثت امام كل العالم، والعقوبه وتحليل ما جرى حدث بسريه، يعني هذا اصلا يعني احنا كنا نرفض ان تكون جلسه سريه، ونرفض اي جلسه في مجلس النواب ان تكون سريه سواء كانت تحت القبه او في اللجان، الامر الذي يتكرر اكثر من مره يعني خلال هذا المجلس، ونعتبره جزء من عدم الشفافيه. الان رئيس مجلس النواب صرح معالي عبد الكريم الدغمي بانه بالامكان نعم اعاده النظر بالعقوبه اذا في حال وفي شرط تم اسقاط الحقوق الشخصيه على النواب اللي تم الاعتداء عليهم، وهذا المسار سيتم البدء به من خلال مسار عشائري وليس سياسي، يعني من خلال مسار يعني ليست كتلة الإصلاح جزءا منه، لأنه ما قام به يعني أصلا زميلنا حسن هو يعني شيء لا يمثل الكتلة، ولم يكن قرارا سياسيا، وبالتالي كونه كان تصرفا شخصيا فسيكون هنالك مسار عشائري خاص في هذا الإطار، وسيقوده رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي. نعم، سعادة النائب، هناك من طالب باستقالة النائب الرياضي عبر تصريحات سواء على فيسبوك السوشيال ميديا، وأيضا هم من أشخاص كانوا موجودين في مجلس النواب سابقا. هل هناك فعليا نية قد تكون للنائب الرياضي بتقديم استقالته؟ يعني احنا بعد ما تم ظلم حسن بهذه العقوبة نظلمه مرة أخرى بمطالبته بالاستقالة وحرمان ناخبيه في العقبة وفي الوطن كونه نائب للوطن من خدماته. حسن الرياضي أخطأ لكنه لا يصل عقوبته إلى أن يترك مجلس
النواب ولديه رسالة وهو جزء من مشروع سياسي يريد أن يستمر به. من يطالب بالاستقالة حتى لا يبقى المقعد فارغا يفترض أن يكون المطالبة بعدم حدوث هذه العقوبة الكبيرة، وحتى لا يفقد أي نائب في المستقبل من الذين يتحدثون، أي نائب في المستقبل يتم تجنيده لمدة سنتين ولا ثلاث ولا أربعة وبدون يعني سبب مقنع. نحن نريد أن نضع حد لمثل هذه العقوبات المغلظة، والمطالبة هي بتخفيض مدة العقوبة إلى 3 شهور على سبيل المثال، إلى 6 شهور بحد أقصى. هذه يعني تصبح عقوبة منطقية وربما يعني تكون مساوية للحدث الذي جرى. أما مطالبته بالاستقالة فلا، حسن لم يستقيل لأنه لا يعني شعرنا بأن العقوبة أصلا كانت ظالمة، فكيف لو يعني قدم استقالته كقول من مجلس النواب. عضو مجلس النواب ينال الفريحات، شكرا جزيلا لك.